بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن فيسبوك أوتوميشن، أي أتمتة الفيسبوك. ما معنى مصطلح أوتوميشن أو أتمتة؟ أن هذا المصطلح بيعني عملية التحكم الآلي أو التحكم البرمجي في البرامج والتطبيقات وصفحات الويب. لكي نستخدم التحكم الآلي في البايثون يجب الاستعانة بمكتبة هي خاصة بالتحكم الآلي، هي مكتبة سيلينيا. والمكتبة الثانية هي مكتبة ويب درايفر مانجر، وهذه المكتبة مسؤولة عن عمل انستولينج، أي إعداد وتركيب البرامج التي سنستخدمها في عملية الأتمتة. أولا بنقوم ب عملية انستولينج لمكتبة سيلينيا. بتفتح تيرمينال وبتكتب الأمر التالي: pip install سيلينيا، وبتضغط مفتاح الإدخال انتر. بيبدأ في إنزال المكتبة وتركيبها، لكن هنا أعطانا رسالة قال لي requirement already satisfied، أن هذا المطلوب تم استيفاؤه قبل ذلك، لأن أنا كنت مركب المكتبة دي قبل كده. بقوم بكتابة الأمر الثاني، بكتب pip install web driver underscore outage ونكتب manager ونضغط مفتاح الإدخال انتر. بيقوم بعمل داونلودنج وانستولينج لهذه المكتبة، لكن بالنسبة لي هنا كتب لي requirement already satisfied، أن هذا المطلوب تم استيفاؤه قبل ذلك لأن سبق لي وأن قمت بتركيب هذه المكتبة. بكده يكون السيستم جاهز لعملية كتابة الأكواد. بنقوم بكتابة الأكواد في السطر الأول، بكتب from selenium import web driver، من مكتبة selenium استورد لي الويب درايفر. في السطر الثاني from selenium web driver common.by import by، استورد لي by، وأن نعرف by هي بستخدمها لكي أحدد الأوبجكت أو الكائن المكتوب بال HTML في صفحة الويب. إذا كان مثلا المعرف الخاص بال ID by ID، بدل ما كنت بكتب find element by ID، خلاص دي أصبحت deprecated، عفى عليها الزمن، وبستخدم مكانها هذا المعامل by.id او by.name او by.classname او by.linktext او partial.linktext، وهنعرفها ان شاء الله في الكود. في السطر اللي بعده بنكتب from webdrivermanager.firefox import جيكو درايفر مانجر. في السطر اللي بعده from webdrivermanager.chrome import chrome driver manager. دي ادوات بتساعدني، تولز بتساعدني في عمل انستولينج للبرامج الخاصة او الدرايفات الخاصة بالويب درايفر الخاص بالفايرفوكس والويب درايفر الخاص بجوجل كروم. طبعا انا بستخدم هنا درايفين فقط بالفايرفوكس والكروم اللي انا هستخدمهم في السكوب بتاع او في الحيز اللي انا هشتغل فيه في الاتمتة هنا، وهو فتح صفحة ويب خاصة بالفايرفوكس وكذلك فتح صفحة ويب خاصة بجوجل كروم. بكتفي بالويب درايفر الخاص بهم هنا. في السطر اللي بعده import time بستورد time library، وانا بستوردها لان هعمل sleeping، اجعل البرنامج ينتظر بضع ثواني لحين اكتمال الصفحة او الانتهاء من عرض الصفحة. بعد كده في السطر الثامن كما ارى افتح متغير اسمه url، بضع فيه اللينك الخاص بصفحة الفيسبوك دوت كوم سلاش لوج ان دوت بي اتش بي، وهنا لازم اعرف اسم الصفحة اللي انا هعمل عليها اوتوميشن، واعرف اللينك بتاعها الخاص بها بالتحديد، وهنا بضعه في المتغير اليو ار ال اللي هيقوم بفتحه من خلال الخطوات التالية. بعد كده بعرف كلاس، هنا بكتب كلاس فيسبوك لوج ان. الكلاس ده ان شاء الله ساضع بداخله دالتين، الداله الاولى وهي def initial ابدا ب self
ده الاوبريتور الاول او البارامتر الاولى، اللي بعد كده البارامتر الثاني ايميل، الثالث باسورد، البارامتر الرابع براوزر. بكتب داخل هذه الداله سيلف دوت ايميل بيساوي ايميل. هنا بعمل استور، عمليه تخزين للكريدنشالز هنا لعمليات تسجيل الدخول. طبعا بيحتاج الايميل وهحتاج الباسورد، فبكتب كذلك سيلف دوت باسورد بيساوي باسورد. في الخطوه اللي بعدها بقول هنا اف براوزر بيساوي كروم. لو انا كتبت لك القيمه بتاعت البراوزر اللي هتاخدها هنا في البارامتر براوزر كروم، تعمل الخطوه التاليه سيلف درايفر. هتروح للويب درايفر اللي استوردته في الخطوه الرابعه، وتعمل هنا للمسار التنفيذي الاكزيكيوتابل باس، هتركب ليا تعمل انستولينج لجوجل كروم درايفر. طبعا اللي هركبه هنا المانجر خاص به، فهيركب ليا الدرايفر الخاص مين بالجوجل كروم. لو كان مستعرض تاني LZF براوزر بيساوي فايرفوكس على سبيل المثال، لو انا كتبت لك ان البراوزر فايرفوكس نفس الشيء ايضا. هنا الدرايفر هتروح للويب درايفر، تروح للميثود فايرفوكس، وتروح للمسار اكزيكيوتابل باس جيكو درايفر مانجر، وهتركب ليا الدرايفر الخاص بالفايرفوكس. في السطر اللي بعده بعمل هنا بامر الدرايفر هنا ان يعمل يستخدم الميثود جيت ويفتح ليا اليو ار ال اللي انا كتبته في السطر رقم 8 اللي موضوع في المتغير يو ار ال. ياخد اليو ار ال ده ويفتحه هنا في الخطوه دي. في السطر اللي بعده بعمل طبعا عمليه الكونكشن هتستغرق وقت، فبكتب هنا تايم دوت سليب، يعني هنا انتظر لمده دقيقه لحين تحميل الصفحه والاوبجكتس كلها تكتمل في عمليه التحميل. السطر اللي بعده بعمل هنا تعريف ديفينيشن هنا لفانكشن جديده اللي هي فانكشن لوجين. بفتح هنا متغير اسمه ايميل element، هنا درايفر find element، كنا زمان بنكتب find element underscore by id، دي خلاص deprecated، فبستخدم by اللي انا عملت لها استيراد هنا في السطر الثاني، وبكتب هنا by dot id. طيب لو هو عايز اكتب بالنيم فبكتب by dot name، لو عايز اكتبها بالكلاس نيم فبكتب هنا by dot class name، وهنا بضع قيمة الايميل، الايميل اللي انا هاخده في العمليه الدخول. بعد كده في السطر اللي بعده بكتب هنا ايميل اندرسكور element دوت سند كيز. هنا هيروح لي الاي دي الخاصه، هيلاقي تكست بوكس في الصفحه اللي هي لوج ان دوت بي اتش بي، الاي دي بتاعتها اسمها ايميل، فهيروح في التكست بوكس ده ويقف عليه. بعد ما يقف عليه ويعمل فوكس يجي هنا ضربات مفاتيح. طبعا ضربات المفاتيح هنا انا مش هضرب انا المفاتيح، ولكن البرنامج هيقوم بعمل سند كيس نيابه عني ويرسل الايميل، الايميل اللي انا ساكتبه فيما بعد. في السطر اللي بعده بكتب هنا باسورد element، عنصر الباسورد اللي موجود عندك باخده هنا في متغير، بامر هنا الدرايفر find element نفس الشيء اوجد عنصر by id من خلال المعرف بتاعه مكتوب عليه باس اللي هو موجود ايضا في صفحه اللوج ان بي اتش بي، هيلاقي تكست بوكس الاي دي بتاعته اسمها باس، والاي دي بتاعتها هجيبها منين؟ ان شاء الله هنعرف فيما بعد ازاي نتفحص صفحه الويب ونعرف هي المعرف بتاعها اي دي ام كلاس نيم ام لينك تكست ام كلاس، اي معرف هيكون موجود عندي هنعرف ان شاء الله بعد كده من تفحصنا لصفحات ال HTML. بعد كده بأمر هنا الباسورد element دوت سند كيز، ارسل ضربات مفاتيح، طبعا ضربات مفاتيح نيابة عني، ارسل قيمة الباسورد اللي انا هكتبها لك كمان شوية. بعد كده هنا بفتح متغير اسمه login button، زر الدخول، بأمر هنا driver find element اوجد لي عنصر، وبستخدم هنا by id اللي انا طبعا اخدتها هنا by id، ادخل ليا هنا على الزر اسمه لوج ان باتون، هتلاقي الاي دي بتاعته لوج ان باتون اللي موجوده في ال HTML اللي عندك. بعده بقول هنا لوج ان باتون هذا العنصر، ارسل لي كليكه، اعمل لي كليكه اي كليكه بالفاره، وهنا طبعا بيعمل كليكه نيابه عني، يعني هنا بعمل بديل
للعنصر البشري بالعنصر الآلي، وهو البرنامج هيقوم بالخطوات هذه بدلا عن العنصر البشري. بعد كده بدي هنا بستخدم دلت أو مكتبة تايم دوت سليب، يعني انتظر 2 seconds، انتظر ثانيتين. هينتظر ثانيتين لحين اكتمال الصفحة وعمل سيندينج وإرسال لهذه المكونات. بعد كده بقول اف نيم بيساوي مين، هنقول اف بي لوج ان، بفتح هنا متغير اسمه اف بي لوج ان، وبستخدم الكلاس نيم فيسبوك لوج ان هنا، وبدي هنا قيمة البارامتر ايميل والبارامتر باسورد والبارامتر براوزر. البارامتر ايميل بكتب هنا الايميل الخاص بي، والبارامتر باسورد بكتب الباسورد اللي مرتبطة بهذا الايميل اللي انا مسجلهم قبل كده على صفحة الفيسبوك. وبعد كده بحدد البراوزر، لو كنت هستخدم كروم فبكتب هنا كروم، لو كنت هستخدم الفايرفوكس فبكتب هنا الفايرفوكس، وانا هكتفي باثنين فقط على سبيل الشرح او المثال. بعد ما اعطي هذه القيم بقول له هنا اف بي المتغير اف بي لوج ان، اعمل لي لوج ان، اعمل لي توقيع دخول. هنا بيعمل عمليه توقيع دخول نيابه عني ايضا. هنا بضع الايميل الخاص بيا هنا، وبضع الباسورد الخاصة بي هنا. طبعا ان شاء الله هسيب لك الكود ده في وصف الفيديو لكي تستخدمه بعد ما تحاول انك تكتبه وتعمل عليه، تدخل ايميلك وتدخل الباسورد الخاصة بيك كخطوة اولى. نضغط هنا على رن، ننتظر. فتح لي جوجل كروم، طبعا الجهاز لازم يكون متصل بالانترنت. كتب الايميل والباسورد، هيعمل لوج ان اوتوماتيك، دخل هنا على صفحة الفيس. نقفل. لو انا عايز يعمل نفس الخطوات لكن عن طريق الفايرفوكس، فبعطيه هنا الشرط اللي انا اعطيه الز اف براوزر، لو وجدت البراوزر هنا فايرفوكس فبكتب هنا فايرفوكس، كليك ران اجين، ننتظر. فتح لي فايرفوكس ويب براوزر، هيفتح هنا اللوجين، هيفتح فيسبوك لوجين، ايوه ده اليو ار ال، هيكتب هنا بيدور هنا على التكست بوكس اللي اسمه يوز ايميل، بكتب في الايميل، والتكست بوكس اللي اسمه باسورد ضاع داخل باسورد، وعمل لوجين اوتوماتيك ودخل في الصفحه. نقفل. ان شاء الله ساضع لك نسخة من هذا الكود في وصف الفيديو، وما عليك سوى إدخال إيميلك هنا في بين الكوتيشن مارك، وإدخال باسورد الخاصة بك هنا، وأن تحدد المستعرض الذي سوف تستخدمه إذا كان جوجل كروم أو فايرفوكس. وإذا أردت أن تضيف أيضا ويب درايفر خاص ب أوبرا أو الإنترنت إكسبلورر أو الإيجي، ممكن إضافته من هنا، وإضافة أيضا LZF براوزر وتكتب اسم البراوزر الجديد. ده كان مجرد توضيح لاستخدام الأوتوميشن في الفيسبوك، وهنا كانت مجرد خطوة بسيطة جدا اللي هي فيسبوك لوج إن أوتوميشن، لكن هناك عملية أتمتة لأمور أخرى كثيرة ومهام معقدة ومتكررة أيضا. أنا ممكن هنا أعمل قاعدة بيانات ب فيسبوك اكونتس كتيره جدا جدا، واعمل عليها لوج ان ولوج اوت، وادخل ايضا اعمل بوستنج ونشر وتحميل واعلانات، وامور كتيره جدا جدا تتم بشكل آلي بدون تدخل العنصر البشري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.